لك توسيع، فيها تاريخ، فيها جغرافيا، وفيها القومية. أنا نفس الشيء أعطيتك إياه، فهمته مبارحة. كيس الشم. أسامة، أمس إيه ليش ما تجاوب؟ أعطيتك إياه مبارحة، فهمته لهذا؟ أمس متذكره ولا نسيت؟ متذكره. طيب رح أعطيك سؤال ونروح الفقرة اللي بعده. هيك أكثر الشيء الماتيماتيك بيكون أساس، حاليا أنت عم تاخذ الأساس. هدول الأساسيات رايحين معك لآخر صف، فحاول لا تنساهم. مثل ما قلت لك هدول يعني موجودين بالثامن وبالتاسع. طيب عندي هيك، ممكن يكون مربع، مو ضروري يكون دائرة، أو واحد مربع، واحد مستطيل، واحد لا مس لا يا زيورم بو قاعد يلم بو ضبع. انا جاي هنا ده، هنا كي شي. يلا كيس شم بندر. شو الجواب؟ ايه كيس شم بي، شو هن؟ يعني هم أعضاء النور، هم بيدة موجودين بالآ وبالب. أب أب عارفين الآ والب، كتشك آ وكتشك ب. طيب اليوم ناخذ البيليشم، بيليشم عكسه آ بيليشك ب. هاد معناه إنه كل شيء مو موجود عند الاثنين. خليني انزل لتحت، يعني كل شيء مو مشترك. الآن في عندي، عطيني شوف هذا سؤال. كيش التر ابي جي ليش التر كي لي مي ني بي. بو اكي كوميدا اورتاك اليمان اولمادي، في اورتاك اليمان بيناتهم، في شيء مشترك. ا ب ج هاي وهاي ك ل م ن ب، في شي مشترك؟ ها يوك يو، وهن عم يقولوا اورتاغ اول المان اول ماضيشن، انه لا يوجد عنصر مشترك. بوشكما مدر، نقول له بوشكما، بوشكما قلت لك نكتبها هيك صح؟ تتذكر هيك هيك فاضي ما نكتب في شي، أو كانوا يستخدموا هيك باي أو في، هني بيقولوا في إنه بوش. طيب نجي على هاي، بيش التر أعطيني بي إيكيفيتش دورت، ريش التر دورت بيش ألت، سيش التر إيكي دورت ألت سيكس، شو الألمان المشترك بيهم؟ دور يلا. شو الألمان المشترك؟ أي نعم، بس شوف لازم يكون مشترك فيهم ثلاثتهم، انه رقم موجود. شو دارت عافر، شوف هون في دارت، هلا هون في التر، هون في التر،
بس هنا ما في أرض، هنا في دور دور دور. بس شوف هنا ممكن يكون خمسة، ها كمان ما يفرق. شوف في كيس جمرة كيس شمسة اجي تر دور، أنظن ما كيس الشم يعني مشترك. هلا بيليشم كميسة، بيليشم يعني كل شي موجود، موجودين هون موجودين هون والموجودين هون كلياتهم تكتب، هاي معناها جمع انه احتويهم كلياتهم. بيليشم اسمه بيليشم، هديك اسمها كيس الشم. ممكن يجيك سؤال يعني ما يكتبوا لك هيك، فانت لازم تعرف ايش هو البيليشم والكيس الشم. شوف اعطيك الا، اعطيك بير اكي اتش دورت، والبي اتش دورت بيش اعطيه ده. طيب بده البيليشم بتحطهم كلهم، بس المكرر ما تكتبون مرتين، تكتبوا مرة. مثلا اه بيليشم ب، تفتح قوس ايش في بير، هنا ما في احط، طبعا تبلش من الصغير، بعدين اكي اوتش دورت، اكتبوا مستأساس بير اكي اوتش دورت. نجي على هذا اوتش دورت موجودين، فانا كتبتهم ما في داعي اكرر لك دائما. اللي فوق كمان اللي اخذناه هون نحنا ما نكرر، تكرار ما في، بنكتب بس مرة. طيب شو ضل؟ بيش اعطي يده، بكتب بيش اعطي يده، يعني البيلشيك يتضمن كل شيء، والمكررين بكتبه مرة. أنا ضمه ألو ده طيب. في عندي سؤال راح أكتب لك فيه، في عندي ف و ص ما، هدول الألم الله. عندي ريك مسي با، هكتب اسم با هاي، هل انتبه؟ بدي البيليشك، بيليشم بار بيليشم، بدي بي بيليشم ري. ايش باب لشم لا اه روك ب، هي اه بيرو راحت وب راحت، شو كمان كيف ما في بقى فوق ب ما في هون؟ انت عم تاخذ المشترك، وقلنا البلاشم تاخذ كل شيء، نسيت؟ بالشين باخذ كل شيء اي نعم تاخذ كل شيء، بس المكررة بتكتبه مرة. الماء ما هي هي ها سي او او، ظلت وحدة هون، حط فاصلة هون، شوف ربطنا هنا ريه ونسكر، وريه ونسكر. طيب إذا بدي كيس الشم، ف كيس الشم ري، شو الجواب؟ كسمرة أينه كيس الشم شو كان؟ الشم قلنا كل شيء، والكيس الشم اللي أعطيتك إياه امبارحة شو كان؟
بده مش مهم. المشترك. شوفي أحرف مشتركة. مين ومين؟ بين ال P وال R. ايه بس ايه وين ال A؟ ما في ايه قصدك ايه بالانجليزي؟ كيف بالتركي؟ الايه هاي لانه بالتركي. بس الاه صح؟ ثابت. انا ضمنه أوكي. ان شاء الله. طيب حل اللي هذه، يلا اعطيني بيش التربيري كيش دورت وري دورت بيش التا تي اكي دورت التا سيكت بدو البي بيرليشيك باك ري بيرليشيك سي. شو يعني؟ قلت لك بيرليشيك شو يعني؟ بلاستيك يعني بدنا المشترك ايوه كل شيء مشترك. شو بنكتب؟ يلا دار بلش من الواحد يا أسامة. بيت. بيكي كي بيت. بس طب انا قلت لك المشترك لك مو مشترك. الأو كل شيء. المشترك صاير عكس الأو. أنا ظلمة. قمت يا أسامة ليش ما تجاوب؟ أسامة كمل يلا. بي أنا اكي ايش شو كمان؟ دير إكي يا سبيشال طيدي الحمد لله. وين اليدة؟ ماني شايفة في يدة. في يدة ولا ما في؟ وسام من هذول بدك تطالع، عم تفهم؟ أسامة قلت ليش ما عم تجاوب على قصتي؟ جاوب يلا. حسك ما نكسب عنا ليش؟ طيب شو حط هلا هون؟ ضل رقم يلا. هون ساكن دور بين هدول. ساكن الحمد لله. طيب هلا بدي البيلاشيك. طالعت البيلاشيك بدي كاس الشم. كاس الشم شو يعني؟ مشترك ايه شو هن؟ دار اي الله الشكر. طيب بدي لا ر كيس شيم ت. شو الجواب؟ وكأنه الثالثة مو موجودة. بدي ال ر والس. شو الكيس الشيم؟ الثالثة شو ري وسي بس.
شو مشترك دور وألطف. أينه؟ هلا فينا نقول انك فهم. هون شو المشترك؟ كيس الشم. هون ما تعذب حالك، اكتبهم كلهم. جي لي اي اي ني سي ب. تمام، تكتبهم كلهم بلا شيء. طيب الكيس الشم شو؟ كيس الشيم. ايه لا اللي عكس آه الاو؟ والإي الا والاي. ما في الآ والإي وين الا؟ الآ قصدك والإي ايه؟ أنا قلت قلت اه. برجع بسمعك التسجيل، ها صوتك مسجل. شوف كاتبين الكاس الشيم، كاتبين بيري شتر اي، يعني هذولا. شوف الآ والإي جوات الري، شايف بين الأحمر، والآ والإي جوات الأزرق كمان، يعني جوات البي، معناها مشتركين، ما بدهم شي. اللي بالنص دائما مشتركين. البي أو يعني البيلشي، تأخذهم كلهم بس هيك. شوف أغلب الطلاب مو فهمانين، ها الآن ستشرح إنه ولا كأنه بيفهم، ما بعرف ليش، مع انه اسهل الشيء. انه البيل شيك تاخذهم كلهم، والكيس الشيم تاخذ المشترك اللي بالنص بس هيك. هلا نروح على الاسئله نشوف فهمت منيح ولا لا. هيك بنكون خلصنا الكمالات. شوف بلكي ناخذ شيء جديد كمان، ناخذ يا فن او كمل فن او تركتشا. بكرة بتاخد تاريخ، يمكن ما نلحق بعد بكرة. يلا اقرأ البير. اوكو 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 أسامة، أمس شو عم تعمل؟ يلا شو الإشارة اللي بين الكي واللي؟ ها؟ كيس الشم عافين. شو ميسي عشان الكلاب دان هانج سيدر، شو جواب؟ جواب؟ عافين. كي. طيب نروح اللي بعده. حل لي باقي الأسئلة وابعث لي. هلا رح حل كم سؤال ونروح البعد. اقرأ نشوف طالم شو بده. نحل بس نضلنا نحل أسئلة خلية الدرس، اه نضلنا نحل من هدول الأسئلة لخلية الدرس. لا، بدنا ناخذ يا فن او ناخذ تركتشر. نيدان والأسئلة للطلاب إمتى قعدت الأنسة وحلت لك الأسئلة؟ واو ما تقعد تحل الأسئلة، لا تخلي تقعد تحل الأسئلة. يلا اقرأ. أوكو أنا أوكو أرتاك إلى مانا أوه مايا. كما لرا ايرك كما دنر ايرك كما، يعني هي نفسها البوش كما، يعني انا بوش كما، اما اثنيناتهم ما يكونوا نفس الشيء. اذا تتذكر مثلا بير فيها بير ويكي ويتش. طيب والري
4 4 5 6 مثلا، 5 6 7 مثلا، فهدول شو اسمهم؟ ايركما. يعني ما في شيء مشترك بيناتهم، اثنيناتهم مختلفين. طيب عم يقول اورتاك المان اوما، يعني ما في عامل مشترك بيناتهم، ما في عنصر مشترك. هانجسي ايركما لرا اورنكتر، مين من هذول ايركما؟ اقرأ. صار رقم لار شيفت رقم لار هذول ايرك، ما في شيء مشترك بيناتهم، الاصار رقم لار والشيفت رقم لار. ما في شيء مشترك. شلون اذا اصال اصغر اصال شو؟ اصغر رقم اصال شو؟ طيب واصغر شيفت شو؟ صفر. بعدين شفت رقم لا شو أصغر ثاني؟ أصغر إشي صفر. بعدين إكسبر شفت رقم لار، أرقام زوجية نسيت؟ أصغر إشي صفر مثل كلهم كلهم عد لي إياهم كلهم. إيكي شو ها اكي إيكي ددن باك، اكي ددن اورتاك بشي بار ما في مشترك ولا لا؟ أوفر ايه معناها بار. ليش تقول اه ايه صح ما في شي مشترك؟ في شي مشترك، دور بالاول. اصار رقم لار نبلش اكي اتش باش يده، فيك تكتب هون هاي خمسة مثلا، هون تشيفت رقم لار اكي دورت، أو فيك تكتب صفر إكي دورت أوت سيكيس، هدول تشيفت رقم لك، فتشوف في شي مشترك فيه معناه هذا مو أيركما. هني بدون إيش؟ أيركما يعني قلت لك ما في أورتاك، أورتاك إلمان أول ما يعني. أني حاكين لك أصلا إنه ما في مشترك، ما في عامل مشترك. طيب نقرأ هاي. achieved رقم لار لك هدول اتنيناتهم للآه خلصناها للبي. ألفا دورتا نكتشيك رقم لار دورتان إتشتا مو دور تاني، دورتان كتشيك رقملار. شو يعني دورتان كتشيك رقملار؟ يعني أصغر من الأربعة. الأرقام الأصغر من الأربعة شو هنن؟ خلينا نكتبهم إيش. شو الأرقام أصغر من أربعة؟ كبير صفر طيب هذا شو بيحكي؟ اتش تان اتش تان بكرة كاملة شو هنن؟ دار باش عطيدي تاكيز فوكوز ما في اون رقم لار دي ورقم لار دي كتت. ارقام ارقام مو اعداد اسامة. طيب في شي مشترك؟ يوك يوك او زمان جوابه ايرب. كمان شو نقول اللي بتكون ايرك؟ يعني ايره يعني مختلف يعني منفصل، ما في شيء مشترك. طيب معناها جواب ب. اقرأ الجين شوف جيشك. ألفا بنزين حرف لاري فيز ايش هم حرف الفا ب ميزن هارف لري؟ تعرفهم؟ ما بتعرف الألفابيه؟ عارف لير؟ عارف لير؟ بعرف شو هنن؟
كلياتهم مو؟ أه. طيب الأول كلياتهم، طيب الثاني شو عم يحكي؟ شيز هارفلا شو النسس هارفلا؟ شيز هارفلا شو النسس هارفلا؟ سيس سيس لدي آه سس في سس صوت صوتي سس يعني بدون صوتي مثل شو ب ت ب ج اللي مو صوتيات. طيب المو صوتيات تحت والصوتيات ومو صوتيات كلياتهم فوق، في شي مشترك؟ يوك نص يوك. وانت قلت اللي فوق، شوف هذا الفوق اه ب ج ش د كل الأحرف تمام إلى آخره. الثاني يقول لك سيسي ظرف لا، يعني الأحرف الصامتة ب ج ش د، الاي صوتي ما نكتب بعدها ف ج، في شي مشترك ولا ما في؟ هاي يا أسامة في مشترك، شغل مخك تمام، يعني هاي مو ايرك، في شي مشترك بيناتهم. طيب نجي عده، ما إلى بشليان أويلر ايلار، شو هن الايلار؟ تبلش بحرف الميه، خلينا نكتبهم. يلا اوجاك شباط مارت مارس نيسان مايوس مايس حزيران أغسطس أيلول حزيران تموز اغسطس ايلول اكيم نيسان قسم ارالك، يعني تنتين بس مارت وميس. طيب اللي بعده شو بده؟ إيك بهار أيلار ايلاري، شو يعني ايك بهار ايلاري؟ إيك بهار ربيع، ايلار يعني اشهر، اشهر الربيع اي اشهر؟ إذا ما تعرف أكتب لك إياهم، أشهر الربيع ثلاثة، كل فصل ثلاث أشهر، يعني مثلا الصيف ثلاث، الشتاء ثلاث، والربيع ثلاث، والخريف ثلاث، صار 12، 12 شهر سنة، يعني الموسم الواحد في أربع مواسم، باردون السنة الأولى الوحدة في أربع مواسم. ايك بهار ايلر مارت، كنت 3 اشهر ورا بعض هنن فصل، مارت نيسان مايس. ف معناها في شي مشترك بيناتهم؟ مشترك ايه شوف، أبد الأولى فيها مارت وهاي فيها مارت، هنا في ميز وهون كمان في ميز، معناها في شي مشترك، معناها هذول مو ايرك، ايرك كمالة، يعني هاي كمان صحيحة وهاي صحيحة وهاي صحيحة، هذول مو ايرك، هذا الايرك. رح اكتب لك الاشهر كمان، احفظهم الاشهر. اي الاشهر امتى مثلا؟ راح اكتب لك بالارقام، انت تعرف الاشهر 3 و4 و5 اي اشهر؟ مارت الثالث، مارت والدورت نسيت
هلو هتجيب الدفتر ما لا دكة الشهر الرابع شو بعد المارت شو بيجي؟ نيسان شو نيسان طيب هلا ماي شوف مارت مارت ونيسان وميس الشهر الثالث والرابع والخامس إيك بهار يعني ربيع والله بتجي كوزك بعدين نجي بعد الخامس شو بيجي حزيران altı yedi sekiz altı yedi sekiz بيجيني أي موسم يعني بعد الربيع يصير حزيران الجو حار بصير نار إيك بهار ياز صوم بهار كش يعني حتى وسام يعرف يعني بعد الإيك بهار بيجيني الياز طيب بعدين كل شيء دوكوز تسأليه ما بيعرفش ولا شيء. بيعرف دوكوز أون أمبير أنا عطيته حافظه يعني عم أقول لك مشان تعرف إنه الصف الثاني أخذوه باك إيتش دورت بيش يعني مارت نيسان ميس كلهم إيك بهار بعد الإيك بهار بيجي ياس يعني 3 أشهر بعد الربيع كلهم ياس صيف بعد الصيف إيك بهار ياس بعدين بيجي صوم بهار يعني خريف عاد شو بصير الأشجار بتصير تصفر وكلها شوي شوي توقع الأوراق تبعتها بتهر بعد الأومبير شو بيجي أونيكي أونيك أوندر شلون الو ليش خربطت أنا 3 دور بيش 6 7 8 دوكوز اون اون بير بعدين اونيكي ارجع للبير بعد الاونيكي خلص خلصوا الاشهر بنرجع على البير بعدين ايكي قفلت شهرين زيادة البير وايكي اونيكي شهر شوف براز السنة يكون برد انت هيك هيك تذكر انه مثلا الناس تعمل اعياد وهيك وحفلات تكون تكون الثلج عم ينزل معناها الشهر الثاني عشر اخر شهر آخر شهر الأرالك بكون برد وشهر الأول والثاني فمعناه هدول الأشهر هن الكش فاحفظهم يعني أرالك أوجاك شباط كون كش عندي التاسع والعاشر الحادي عشر دوكوز أون أومبير دوكوز أيلول أيكيم كاسم كون بس صوم بهار نحن هلأ بأي أوي بس أي موسم أفانم طب احنا الحين في الكش شلون مالنا في الكش في البرد برد بس مو برد كتير قاسي ما في ثلج ما في مطر كتير نحن بأي موسم يا بحار صوم بهار نحن بالشهر أي بأي شهر نحن أمبير أينه بشوف الأومبير نهاية نهاية الخريف نحن يعني الشهر الجاي يعني بعد كم يوم يعني اليوم 13 بعد 17 يوم تعرف شهر 11 بيكونوا 31 يعني 18 يوم بعد 18 يوم نفوت على الشتاء على الكش يصير الجو بارد وقتها تبلش البرودة عن جد حاليا بارد بعد 4 أيام عيد ميلادي هي قافل معناها انت ولدت بالصوم بهار غريب انا ولدت بالايك بهار فسموني بهار ولدت بالشهر الثالث اتش طيب احفظن هذول تمام رح اسألك بس احفظ هيك بالترتيب ايك بهار ياز صوم بهار كش ايك بهار ياز صوم بهار كش هيك هيك بهار ياز صوم بهار كش
ماما اقرأ لشوف. البهار رياض توم بهار وش بداها مرة ثانية؟ البهار رياض توم بهار كش بداها البهار رياض توم بهار كش طيب اللي بعده، خلينا نحل السؤال اللي بعده. احفظ، انا دور راح اسألك. هون دي أنقرة كلمة سنين حرف لري، أحرف كلمة أنقرة. أضنا كلمة سنين حرف لري، أحرف كلمة أضنا. دي برلاشك إيه، كم سنين إليمان سايسي كاشتر، كم عدد الأحرف كلها. أول شيء دي بلشم إيه، شو بيساوي؟ مو قلنا المكررين ما نستخدم صح؟ بس مرة تذكر. يلا شو الأحرف المشتركة بين، مو المشتركة، شو الأحرف كلياتها؟ بسرعة نقلني، ضل دقيقة. يلا يلا سامع. مشتركة الأرض دينيه كي، شو كمان؟ شوف هون هون، يلا يلا ري، ضل شي كي. طيب كم حرف؟ بش وزمان ديشك. شوف الطلاب يخربطوا، يجي يعدوا كل الأحرف ويحطوها. يعني احنا نعرف البي ليشك، حتى لو قالوا لك هون الصيصك تاج المتكرر، قبل قلت لك المتكرر ما نكتبه مرتين، ما نعدهم مرتين، نعده مرة. في عنا وني ودي، معناها هون اتش، هون ري كيني دورت، بس ايش اثنيناتهم